بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما خلفته الغارة الروسية على بلدة التمانية اليوم. لقد استهدفت الطائرات الروسية بلدة التمانية صباح اليوم. مثل ما نكون شايفين كنا مفكرين انه الطيران الروسي دقيق اصاباته، مزارع ما فيها ناس ما فيها حدا، الحمد لله رب العالمين، واصاباته كثير يعني ما دقيقة. وقول لكل الناس الحمد لله رب العالمين لا تخافوا من الطيار الروسي، لان الطيار الروسي مثله مثل بشار الاسد، والطيارين الروس مثله مثل طيارين بشار الاسد، لا بيعرفوا طيران ولا بيعرفوا شيء.